يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. وقبل ما نبدأ تفاصيل حلقتنا دلوقتي نروح نشوف مراسم الخاصة بقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية من مقر الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في 3 أكتوبر. نروح نشوف القرعة مع حضراتكم ونرجع تاني. which have teams from enough هناك العديد من الفرق وفي الوعاء الثاني وفي الوعاء الثالث واللون الأزرق لدينا فريق من الكوزافة وإفاق وسيكافا. هذه هي الفرق غير المعلومة وكما قلت من قبل. وهناك بعض الأوعية التي بها الدرجة الأخيرة من الفرق وهذا طبعا للموقع الجغرافي وهناك ايضا والمنطقه الاخيره فيها بعض الفرق من اليونيفاك وسيكافا وهناك في وعاءين والوعاء الرابع وفيها الفرق من اعلى المستويات في هذه المنطقه والوعاء الخامس في اقل الفرق قوه والمنطقة البيضاء هي المنطقة الأخيرة. دعني أيضا أوضح لكم الفرق المستثناة من هذه المرحلة سوف نرى ذلك. كما قلت قبل ذلك سوف نعمل على القرعة فريقين من المنطقة الصفراء سوف يواجهون بعضهم البعض وبعد ذلك سوف يواجهون الوعد وبعد ذلك فريق التونسي ومن الفريق الثاني سوف يواجه شباب بلوزداد حتى نواجه الفرق المستثناء وبعد ذلك سوف نستمر مع الباقي الفرق التي سوف تلعب مع الفرق اللي الأكثر قوة وهي أسك ميموسا والهلال ويانج أفريكانس وأورلاندو بايرتس بعد الانتهاء من هذه الخطوتين وبعد ذلك يواجهون الفرق الأكثر قوة. كقاعدة عامة سوف الفرق التي سوف يتم صحبها أولا سوف تلعب المباراة الأولى في بيتها وبعد ذلك المباراة الأخرى في دولة الفريق المنافس وبعد ذلك سوف يلعبون أمام بعضهم البعض في الفريق في المرحلة التمهيدية وبعد ذلك سوف نعمل على خلط هذه الفرق إن كان هناك بعض الفرق المزدوجة وسوف يكون هناك ترتيب لذلك وحتى لا نطيل في ذلك سوف نبدأ الآن بسحب القرى وكما قلنا سوف نبدأ بالوعاء الأول وهو المنطقة الصفراء سوف نسحب كرتين والفريق الأول سوف يلعب المباراة الأولى في دولته والمباراة الثانية في دولة الفريق المنافس سوف نبدأ الآن. حافيا اف سي من غينيا سوف يلعب المباراة الأولى في دولته مقابل الفريق الذي سوف يتم صحبه الآن. جنراسيون فوت من السنغال والغالب والمنتصر في هذه سوف يلعب في المرحلة الثانية. اسغارد من النيجر سوف يلعب المباراة الأولى في دولته وسوف يلعب أمام أس دوان من بوركينا فاسو والمنتصر سوف يلعب أجانب في مقابل أسبيرانس والمباراة التالية مرة أخرى سوف نسحب كرتين فريقين وسوف المنتصر سوف يواجه شباب الأزداد بورينجر من سيراليون وسوف يلعب أمام LISCR من ليبيريا والمنتصر سوف يلعب أمام شباب بلوزداد الكرتين الآخرتين والمنتصر سوف يلعب من هرويا من غينيا
ميدياما 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 اس سي من غانا. The next team. الفريق التالي. ريمو ستارز من نيجيريا. And the winner of this fixture. والمنتصر سوف يلعب أمام هورويا. انتهينا من الفرق المستثناة من المنطقة الصفراء، فهناك فريقين سوف يلعبون أمام الفرق الأكثر قوة في المنطقة الصفراء والمنطقة الخضراء، وبعد ذلك سوف نحدد المباراة التي سوف تلعب أمام الفرق المستثناة، وسوف نتبع نفس الإجراءات. سوف نسحب كرتين من المنطقة الخضراء، سوف يلعب الأول أمام الثاني. KM من زنزبار. والمنتصر سوف يلعب ضد الأهلي من مصر في المرحلة التمهيدية الثانية. المنتصر من KM وفريق سان جورج من إثيوبيا. والمنتصر من هذه المباراة سوف يلعب أمام الأهلي في المرحلة الثانية التمهيدية. وهناك ايضا فريقين اخرين، وسوف يلعب المنتصر منهما امام بيراميدز من مصر. APR من رواندا. المباراة الاولى سوف تكون في دولته، وسوف يلعب ضد الفريق الذي سوف يتم صحبه الان. غاديكا من الصومال. والمنتصر من هذه المباراة سوف يلعب أمام بيراميدز من مصر. سوف نترك هذين الكرتين لأننا يجب أن نتوجه إلى الفرق المستثناة من المنطقة الزرقاء. سوف نقوم بنفس الإجراءات كما قمنا بها من قبل. الكرتين التي سوف يتم صحبهما سوف يلعبون ضد بعضهما البعض، وبعد ذلك سوف المنتصر سوف يلعب امام الفريق المستثنى، وهي سان داونز امام الفريق الاول، وسيمبا وبترو اتيتكو ومازيمبي الفريق الاخير. بنجي من الجابون. سوف يلعب ضد بوماموبو من بوروندي، والمنتصر سوف يلعب أمام سان داونز من جنوب إفريقيا في المرحلة التمهيدية الثانية. الفريقين التاليين وسوف يلعب المنتصر ضد سيمبا. أفريكا ستارز من ناميبيا. And the winner والمنتصر of African Stars من African Stars والفريق الذي سوف يظهر الآن، وهو فريق باور داينامس من زامبيا، سوف يلعب المنتصر ضد سيمبا as explained before. سيمبا كما قلت من قبل. The next two balls will play against each other. الكرتين التاليتين سوف نراهما، وبعد ذلك المنتصر سوف يلعب أمام بترو أتلتكو. سونغو من موزمبيق. جرين مامبا من إسواتيني. And the winner will والمنتصر سوف يلعب أمام بترو أتلتكو. الكرتان التاليتان من هذا الوعاء سوف يلعبون ضد بعضهم البعض، والمنتصر سوف يلعب ضد تيبي مازيمبي. دراغون اف سي من غينيا الاستوائية.
and big bullets from big bullets Malawi. من ملاوي. The winner of this والمنتصر منهما سوف يلعب أمام مازيمبي. So الآن كافة الفرق غير المصنفة سوف تواجه الدول الفرق المستثناة قد تم تحديدها الآن. سوف ننهي في هذه المرحلة الفرق غير المصنفة. فالكرة المتبقية سوف تلعب مع أكثر الفرق قوة في هذه المنطقة وهو أسك ميموزا، والكرتان الآخرتان في الوعاء الثاني سوف يلعب الأول ضد الهلال والثانية ضد يانج أفريكانز، والكرة التالية سوف تلعب أمام أورلانجو بايرتس. سوف نتحقق من هذه الكرات المتبقية. كوتون سبورت du Bénin. من بنين. The next ball الكرة التالية will play against سوف تلعب ضد الهلال and the return leg في مارس 5 of the highest ranked teams. سلام from South سلام Sudan. من جنوب السودان play against Sudan سوف يلعب ضد in match 35-36. في المباراة رقم 35-36 ضد الهلال. The next team will play against الفريق التالي سوف يلعب ضد Young Africans. Young Africans. أساس of Djibouti. أساس من جيبوتي. And now to confirm والآن حل التأكيد الفريق المتبقي في الوعاء الثالث سوف يلعب ضد الفريق الأعلى تصنيفا من هذه المنطقة وهو أورلاندو بايرتس. جبل من جزر القمر. جبل من جزر القمر. Now we'll move to الآن سوف ننتقل إلى الخطوة التالية وهي المعنية بالفرق الأقل تصنيفا، وسوف نبدأ بالوعاء الرابع والخامس. والدول الفرق الأقل تصنيفا سوف نأخذ الوعاء من الوعاء رقم 4 ورقم 5، والمنتصر سوف يلعب ضد المباراة التي فيها أسك ميموزا. أهلي بنغازي. أهلي بنغازي من ليبيا. From Libya. Will play against. سوف يلعب ضد. إنيمبا of Nigeria. إنيمبا من نيجيريا. And the winner of this fixture. والمنتصر سوف يلعب ضد المنتصر من قطن من بنين وأسك ميموزا. CS Constantine of Algeria. CS Constantine من الجزائر. وسوف يلعب. This fixture will play against. هذه المباراة سوف يلعب مع المباراة التي سوف يتم أيضا سحبها الآن في المرحلة التمهيدية الثانية. وسوف يلعب المباراة الثانية في دولته. من الساحل. The next. الكرتان التاليتان سوف يلعبون ضد بعضهما البعض، والمنتصر سوف يلعب ضد المنتصر من قسطنطين واس اس. اسكوكارا. The next one. الفريق التالي. Will determine the opponent سوف يحدد. أصفار من المغرب. The winner of this picture المنتصر من هذه المباراة سوف يلعب ضد المنتصر من قسطنطين واس اس. اس ريال دوما باماكو سوف يلعب ضد الفريق التالي من الوعاء الرابع. كوتون سبورت دو غابوا. اس ريال will play against كوتون سبورت. اس ريال سوف يلعب ضد اي اس دي غابوا، والمنتصر سوف يلعب ضد المنتصر من المباراه التاليه. اف سي نواديبو. اف سي نواديبو. اند
والفريق المتبقي من الوعاء الرابع. أهلي تريبولي. أهلي طرابلس. وسوف يلعب المنتصر من نواديبو وأهلي بنغازي. والمباراة والفريق الأخير سوف يلعب المباراة الثانية في دولته. سوف ننتقل إلى المنطقة الأخيرة وهي الفرق من كوزافا وسيفاك. وسوف نبدأ من الوعاء السابع الذي بالفرق الأقل تصنيفا والذين سوف يلعبون المباراة الأولى في دولتهم. والمنتصر من هذه المباراة سوف يلعب ضد المنتصر من المباراة التي بها الهلال. بريميرو دو أغوستو. بريميرو دو أغوستو. AS Vita. AS Vita. Primeiro de agosto. أغسطس AS Vita. ضد AS Vita. Second leg in Vita. المباراة الأولى سوف تكون في مع بينهما وسوف يلعب المنتصر ضد المباراة التي بها السلام من جنوب السودان والهلال من السودان. والمباراة التالية سوف يكون بها فريق AS Otohu of Congo. من الكونغو. المريخ of Sudan. المريخ من السودان. And the winner of AS. والمنتصر منهما سوف يلعب ضد المنتصر من أساس و Young Africans. Now the last fixture. المباراة الأخيرة. We are going to confirm the سوف نؤكد الفريقان المتبقيان سوف يلعب المنتصر منهما ضد جبل كوموروس وأورلاندو بايرتس. فالمنتصر وسوف يكون ذلك في المرحلة التمهيدية الثانية. جوانينغ جالاكسي. جوانينغ جالاكسي. جوانينغ جالاكسي سوف يلعب المباراة الأولى في دولته. The last team to beat. والفريق الأخير الذي سوف يتم سحبه. Vipers من أوغندا. سوف يلعب ضد جالاكسي والمنتصر سوف يلعب المنتصر من جبل وأورلاندو بايرتس. وهذا ينهي القرعة وسحب القرعة من المرحلة التمهيدية الأولى والثانية في دور الأبطال. والعديد من المباريات لأننا لدينا عدد 54 فريق سوف يلعبون ضد بعضهم البعض. كما لتذكرة سوف تتم في التواريخ من 18 ل 29 وبعد ذلك المرحلة الثانية من 25 ل 27 أغسطس. كما ترون الفرق التي سوف تواجه بعضهم البعض في المرحلة التمهيدية الأولى والثانية كما وضحنا من قبل. فهناك على سبيل المثال حافية سوف يكون ضد وك المنتصر من وك وسوف أيضا بورنجر ال اي اس ضد بلوزداد وهكذا. والمرحله التمهيديه الثانيه سوف تحدث من 15 الى 17 سبتمبر وبعد ذلك فيما بعد من 30 سبتمبر الى الاول من اكتوبر. والفريق الذي يتم ذكره الاول هو سوف يلعب المباراه الاولى في دولته والفريق الذي تم ذكره ثانيه سوف يلعب المباراه الثانيه في دولته. نتمنى الخير كافة الفرق وسوف نأخذ قسط من الراحة لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك سوف نسحب قرعة الكونفدرالية. أشكركم شكرا جزيلا. شفنا مع حضراتكم طبعا مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي دور ال 64 استثنى طبعا فيهم فريقي فريق بيراميدز وفريق النادي الأهلي طبعا حامل اللقب من النسخة الأخيرة. وعرفنا خلاص في القرعة أن فريق سان جورج بطل أثيوبيا هيواجه فريق بطل زنزبار فريق كي أم كي أم والفائز ما بينهم هيواجه النادي الأهلي في الدور ال 32. اما فريق بيراميدز على الصعيد الاخر فهيلاعب الفائز من فريق اي بي ار بطل رواندا وفريق جاديكا من بطل الصومال.
هنرجع مع حضراتكم ونبدأ أخبارنا المحلية بأخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا نجم التونسي علي معلول، ومعنا خبر مهم جدا الموقع فوت 24 التونسي اتكلم عن امتلاك التونسي علي معلول الظهير أيسر للنادي الأهلي، عروض للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وده طبعا بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة مع النادي الأهلي من التألق. وفقا للموقع التونسي، علي معلول يمتلك عدة عروض أبرزها من أندية سعودية وقطرية، لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب للاعب. طبعا عايز أقول لحضراتكم أن علي معلول حقق كل الألقاب المحلية والقارية مع النادي الأهلي على مدار 7 سنوات لعب فيها داخل جدران النادي الأهلي، كسب يعني بطولة الدوري أكثر من مرة ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات مع النادي الأهلي والسوبر الإفريقي والمحلي عدة مرات، وشارك كمان في كأس العالم الأندية وحصل مع النادي الأهلي على الميدالية البرونزية 2 مرات مع النادي الأهلي. أفتكر إن يعني تعويض لاعب بقيمة علي معلول هيكون صعب جدا، لأنه فعلا من النجوم الكبار اللي شغلوا مركز الجبهة اليسرى بالنادي الأهلي بكفاءة كبيرة جدا في المسابقات المصرية سواء الإفريقية أو القارية بشكل عام والمحلية، وشفنا طبعا دوره الكبير جدا مع النادي الأهلي سواء في صناعة أهداف كتيرة جدا ودوره القيادي داخل وخارج الملعب، أصبح من اللاعبين يعني الكبار اللي كتب طبعا اسمه من ذهب أكيد مع النادي الأهلي في الجبهة اليسرى، أصبح من يعني ظهير الأيسر فعلا ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، ومن الصعب النادي الأهلي يعوض لاعب بقيمة علي معلول، وبيأدي بصراحة بسم الله ما شاء الله بصورة رائعة مع النادي الأهلي رغم تقدمه في السن، يعني مش كبير جدا علي معلول 32-33 سنة، لكن بيقدر يأدي بصورة رائعة مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وليه دور كبير جدا في الفوز ب5 بطولات اللي حققهم مارسيل كولر مع النادي الأهلي في الموسم الحالي. لسه الموضوع ما اتحسمش، لكن في كلام والكلام ده طالع من طبعا مواقع فرنسية في الفترة الأخيرة أو تونسية إن علي معلول بيقترب من الدوري السعودي الفترة القادمة، لكن لسه الكلام ما اتحسمش بالنسبة للاعب. مسؤولي النادي الأهلي برضو عايز أقول لحضراتكم بدوا بفتح كلام فوضات مع الثلاثي، ثلاثي الفريق محمد شريف ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني لمناقشة تجديد عقودهم مع الفريق، والمفترض أنها تنتهي بنهاية الموسم القادم. الأهلي استقر على الإبقاء على اللاعبين باعتبارهم طبعا من القوام الأساسي للفريق هذا الثلاثي، واللاعبين كمان ما عندهمش أي اعتراض إنه يكونوا موجودين مع النادي الأهلي ويمددوا عقودهم مع النادي الأهلي الفترة المقبلة، وأكيد طبعا 3 لاعبين دول مهمين جدا ومن العناصر الأساسية للنادي الأهلي، سواء محمد شريف اللي بيقدر إن هو ينزل ويحدث الفارق في الكثير والكثير من المباريات، وأكيد محمد مجدي قفشة ومحمد هاني ليهم دور كبير جدا، ومحمد هاني كمان دوره كان كبير جدا في الجبهة اليمنى بعد إصابة طبعا أكرم توفيق وكريم فؤاد كمان قدر ان هو يشغل الجبهه اليمنى للنادي الاهلي وتالق بصوره كبيره جدا بصراحه مع النادي الاهلي سواء في البطولات الافريقيه او البطولات المحليه، ومحمد مجدي قفشه كمان كان ورقه رابحه مهمه جدا وبدا ان هو يستعيد مستواه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. هنكمل اخبارنا المحليه لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وقبل ما نكمل اخبارنا المحليه عايزين نتكلم اكيد عن قرعه دوري ابطال افريقيا والفرق اكيد اللي هيواجهوا النادي الاهلي ونادي الزمالك في دور ال 32 اللي هيعدوا اكيد الدور التمهيدي. بينضم لينا طبعا هاتفين واحد طبعا من نجوم الرياضه ناقد رياضي الكبير الدكتور طارق الادوارد. دكتور طارق برحب بيك. اهلا بيك محمود واهلا بكل مشاهديك الكرام. منور يا دكتور. اهلا بيك. احنا لسه شايفين طبعا مراسم دوري ابطال افريقيا وشفنا اكيد الفريقين سواء فريق بطل زنزبار KMKM هيواجه طبعا فريق سان جورج البطل اثيوبيا في دور ال 64 اللي هو الدور التمهيدي، والفائز ما بينهم هيواجه النادي الاهلي في دور ال 32. نفس الحال طبعا فريق APR بطل رواندا في مواجهه جاديكا بطل الصومال هيواجه فيهم الفائز طبعا فيهم من امام فريق بيراميدز في دور ال 32. يعني شفت المواجهتين ازاي وشايف يعني القرعه بشكل عام ازاي يا دكتور طارق؟ بص هو طبعا عشان نكون واضحين بشكل عام بالنسبة للفرق المرشحة اللي هي بتستبعد من اللعب في الأدوار التمهيدية والأهلي وبيراميدز الاثنين في دوري الأبطال تم استبعادهم من اللعب في الدور التمهيدي الأول اللي هو دور الـ64 غالبا بيكون الفرق الكبيرة ديت مبارياتها في دور الـ32 مجرد تحصيل حاصل، يعني مش ما هياش مواجهات قوية.
صحيح فريق سان جورج الاثيوبي ياما عمل مفاجآت زمان، والحقيقه من الفرق اللي هي يعني مش سهل كده ان انت تتوقع ان الاهلي يفوز عليها بسهوله، لكن كان الاهلي حامل اللقب. ونفس الكلام انا بتكلم على بيراميدز برضو في مواجهته، بكل تاكيد الفريق الجيش الرواندي اي بي ار او اي بي ار اللي هو بطل رواندا بتاع رواندا ده، الجيش الرواندي ده فريق على فكره مرة زمان يعني اخرج الزمالك من دور ال 32 من البطولة، فاز عليه في رواندا 4-1، يعني فريق ليس سهل المرار زي ما نقول كده، وبالذات في مبارياته في رواندا، لان في كيجالي الاجواء والمطر اللي ممكن يهطل في اي وقت، ده ممكن يصعب المأمورية شوية. لكن انا بعتبر ان الاهلي وبيراميدز الاثنين، وعلى فكرة انا بقول لك اهو من دلوقتي بيراميدز سيكون منافسا قويا جدا، مش على الصعود من الدور دوت، ولكن في الادوار القادمة للبطولة سواء في المجموعات ثم الادوار الاقصائية سيكون منافسا قويا على اللقب، لان بيراميدز الان بتشكيلة محكمة، بتشكيلة فيها العديد من النجوم، كمان لما لو اكتملت التشكيله بوجود اللعيبه اللي هي كانت غايبه بسبب الاصابات او لاسباب اخرى زي رمضان صبحي وزي عبد الله السعيد، كل اللعيبه دي لما تضاف للقائمه لا شك هتكون مؤثره جدا وهيكون ليها دور كبير جدا. انا اعتقد ان بيراميدز والاهلي هيستمروا في المنافسه، ممكن فقط بس يعني اللي يصعب مهمه ما انا كنت لسه اسال عليك مين المنافسين اللي عليك شايف ان هي ممكن تصعب يعني مهمه النادي الاهلي او بيراميدز في البطوله بشكل عام؟ بشكل عام عشان تقول المنافسه هتكون ازاي لازم نقول الانديه المشاركه، يعني الانديه المشاركه اللي هي من الدول الكبيره اللي هي الفرق اللي قادره على المنافسه على البطوله، هتلاقي طبعا ما فيش شك ان الجيش الملكي اللي هو بطل الدوري المغربي اللي خد الدوري في اخر ثواني من اخر مباراه في الدوري المغربي من الوداد بفارق نقطه واحده، الجيش الملكي والوداد كلاهما مرشح بقوه جدا. شباب بلوزداد كل سنه في السنوات الاخيره بيزداد الفريق خبرات على مستوى دوري ابطال افريقيا، بطل الجزائر طبعا، بطل الجزائر شباب بلوزداد الجزائري يعتبر حتى تطور مستواه من مباراه لمباراه، وشفنا لما كان بيلعب مع الزمالك في المجموعه في المسابقه اللي فاتت كان يعني من الفرق المنافسه بقوه، ولولا وقوعه يعني قدام سان داونز في الادوار الاقصائيه كان ممكن يكمل في البطوله. عندنا بقى اتنين فريقين تقال جدا من جنوب افريقيا، ماميلودي سان داونز اللي كل سنه تقريبا كان مرشح في السنوات اللي فاتت، وخصوصا السنه اللي فاتت كان مرشح بقوه جدا لانه من الفرق القويه، وعندنا اورلاندو بايرتس افضل فريقين على مستوى جنوب افريقيا في البطولات الافريقيه هم سان داونز واورلاندو بايرتس، حتى افضل من الانديه الاخرى اللي كانت بتلعب على فترات في بطولات افريقيا من جنوب افريقيا زي سوبر سبورت وزي كايزر تشيفز، كل الانديه دي اقل في المستوى، لكن احنا بنتكلم على فريقين عملاقين زي الاهلي والزمالك كده في مصر، سان داونز واورلاندو بايرتس. عندنا من تونس النجم الساحلي والترجي، ما كانش افضل المواسم للترجي العام الماضي في دوري ابطال افريقيا نتيجه الاصابات ونتيجه عوامل كتير جدا اثرت على اداء الفريق، صحيح. لكن الترجي من الفرق العملاقه والنجم الساحلي ايضا من الفرق الكبيره. عندنا من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه تي بي مازيمبي وفيتا كلوب، برضو زي ما قلنا عن سان داونز اورلاندو اكبر فريقين من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه بيلعبوا في بطولات افريقيا وعندهم تاريخ هما تي بي مازيمبي صاحب اللقب دوري الابطال 5 مرات، وفيتا اللي فاز باللقب مره واحده لكن كتير قوي كان موجود في ادوار حاسمه للبطوله. عندنا كمان بيترو اتلتيكو بريميرو داجوشتو من انجولا، فريقين اقوياء وفريقين بيوصلوا لادوار متقدمه، يمكن بس قله الخبرات عندهم ما بتخليهمش يكملوا في البطولات زي بيترو اتلتيكو كده ما عمل في السنوات الاخيره ووصل للمربع الذهبي. عندنا اهلي طرابلس واهلي بنغازي من ليبيا، عندنا هافيا كوناكري وحوريه من غينيا، عندنا يانج افريكانز وسيمبا، على فكره يانج افريكانز وسيمبا اصبحوا فريقين تقال جدا في السنوات الاخيره، شفنا سيمبا خرج بشق الانفس بركلات الترجيح امام الوداد في دور الثمانيه لبطوله العام الماضي، وشفنا كمان يانج افريكانز قدر انه يوصل لنهائي الكونفدراليه، يعني فريقين تقال جدا من 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 تنزانيا. عندنا من نيجيريا انيامبا وريمو ستارز، ريمو ستارز ملوش تاريخ لكن انيامبا فريق تقيل وهيلعب على فكره بالمناسبه في دوري السوبر الافريقي. عندنا كمان كوتون سبور من الكاميرون، وعندنا اسك من كوت ديفوار، اسك كان من فرق العملاقة في بداية القرن لكن تراجع السنة اللي فاتت دي، ظهر بشكل جيد في دوري المجموعات للكونفدرالية وكان كان موجود يعني بشكل كويس جدا واستعاد الكثير من تاريخه الكبير. لما اقول لك الفرق اللي انا ذكرتها دي كلها تعرف ان دوري الابطال هتكون المنافسة فيها قوية جدا. الاهلي حامل اللقب، قادر ان هو يحافظ على اللقب في نسخة القادمة؟
هيبقى الموقف مش سهل. يعني مش عشان اولا الاهلي كحامل للقب، الاهلي كفريق يعني كبير في المسابقات الافريقيه، مش هيكون صعب عليه ان هو يعني البطوله العام القادم بقدر ما هيكون صعوبه المواقف المختلفه. اولها تخمه الاجنده عند النادي الاهلي، مواجهات هتكون في الدوري الافريقي لكره القدم اللي هو كان مسماها السابق دوري السوبر. هيكون عندنا الدوري الافريقي لكره القدم، الاهلي هيلعب 6 مباريات غايه في القوه تقريبا خلال 40 يوم، يعني اما يلعب في دور الثمانيه رايح جاي، دور قبل النهائي رايح جاي، النهائي رايح جاي، هيلعب 6 مباريات قمه في القوه، وهتكون مع فرق طبعا كبيره جدا على المستوى الافريقي اللي هي الفرق اللي وصلت لدوري السوبر اللي هي الاهلي والوداد والترجي وصن داونز وسيمبا وبيتر اتلتيكو ومازيمبي وانيمبا. الفرق الكبيره ديت هتكون طبعا لا شك فرق يعني محطات قويه للاهلي وهو بيستعد لدوري ابطال افريقيا. كمان الاهلي هيبقى عنده كاس العالم للانديه، ممكن دي تاثر جدا على مستوى الفريق لانها هتعمل ضغوط في المباريات عليه، ودي هتتلعب في ديسمبر. الاهلي كمان هيبقى عنده مباريات دوري المجموعات بتبتدي من السنه دي من ديسمبر. على فكره كل سنه دوري المجموعات بيبدا من فبراير، يعني بقالنا كده تقريبا من اول ما اتقلبت البطوله الى نظام الموسم بدل من نظام العام، يعني بتبدا في شهر اغسطس وتنتهي في شهر مايو، بقالنا من على الموضوع ده 6 سنوات. بتبقى دوري المجموعات اللي هو المرحله الاصعب من اول فبراير، المره دي دوري المجموعات هيبدا من ديسمبر من نوفمبر. صحيح. يعني هيبقى بدري جدا. تخمه الاجنده دي انا بشوفها المعوق الاول للاهلي في العام القادم. دكتور طارق، فرص بيراميدز حضرتك شايفها ازاي مع جيمي باتشيكو مع التدعيمات في الفتره القادمه؟ شايف بيراميدز ممكن يحقق مفاجاه يوصل الى حد ايه في البطوله الافريقيه في النسخه الحاليه؟ بص، في كره القدم في عنصرين اساسيين، عنصر العتاد الفني. انا بشوف ان بيراميدز مش بقى بتكلم على ان هو في مصر بس، لا بتكلم على المستوى الافريقي دلوقتي. لو شفت العتاد الفني اللي موجود في نادي بيراميدز بداية من حراسة المرمى وخبرات أحمد الشناوي وحتى آخر نقطة في الهجوم وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف واللعيبة المميزة جدا في نص الملعب زي وليد الكارتي وزي إسلام عيسى وزي اللعيبة المميزة جدا في بيراميدز، ده العتاد الفني. بيراميدز من أفضل البطولات. العنصر الثاني هو عنصر الخبرات التراكمية وخلي بالك الخبرات التراكمية دي ما بتجيش كده مرة واحدة، يعني بيراميدز مثلا خد خبرات تراكمية أكيد من مشاركته 4 مرات طبعا في الكونفدرالية، منهم مرة وصل للنهائي ومرة وصل للدور قبل النهائي، أكيد الخبرات التراكمية دي بتبقى إيجابية. فأنا بشوف إن بيراميدز في السنين اللي فاتت المعوق الأساسي قدامه كان الخبرات التراكمية دي عند لعيبته، مفيش خبرات قبل يجي يوصل. دكتور طارق، بعد إذن حضرتك هنروح نشوف دلوقتي مراسم قرعة الكونفدرالية الإفريقية ونرجع مع حضرتك مرة تانية. We need to exempt 12 clubs. And in order to عدد 12 فريقا عادة ما نأتي بالتصنيف لمدة 5 أعوام، ولكن يجب أن يكون هناك عدد 12 فريق مستثنى من الخمس أعوام الماضية، لذلك يجب أن نعود إلى موسمين ماضيين لتحديد العدد 12 فريقا مستثنى. فهؤلاء الفرق المستثنى لن تلعب في المرحلة التمهيدية الأولى، وسوف يلعبون ضد الفرق الخصوم من التصنيف الثاني من المرحلة التمهيدية الثانية، وهذا سوف يكون أسهل. سوف نقوم بسحب كرتين يلعبون ضد بعضهم البعض، وبعد ذلك يلعبون ضد فريق مصنف، وبعد أن ننتهي من كافة الفرق المصنفة في المرحلة التمهيدية الثانية سوف نقوم بسحب الكرة المتبقية. المنطقة الثلاث هم المنطقة الصفراء والمنطقة الخضراء وهي سكافا ويونف، والمنطقة الزرقاء كوزافا ويونيفاك. مرة أخرى للتوضيح، سوف نبدأ بالمنطقة الصفراء والوعاء به الصفراء، سوف يلعبون ضد بعضهم البعض. دائما الكرة الأولية الفريق الأول يلعب الفريق المباراة الأولى في دولته، وسوف يلعب الفائز ضد فريق من الفرق المستثنى، وبعد انتهاء من الفرق المستثنى سوف نتوجه إلى المنطقة الخضراء، وبعد ذلك نقوم بنفس الإجراء مع المنطقة الزرقاء كقاعدة عامة.
الفريق الذي يتم سحبه الأول سوف يلعب المباراة الأولى في دولته، وفريقين من نفس الدولة لن يلعبون مع بعضهم البعض في المرحلة الأولى، وإذا حدث ذلك سوف يتم تبديل ذلك إن كان ذلك ممكنا، وإن كانت الفريق الذي سوف يلعب المباراة من منطقة أخرى سوف يكون ذلك مناسبا. سوف نبدأ باللون الأصفر، والفائز سوف يلعب ضد نهضة بركان في المرحلة التمهيدية الثانية. بندل إنشورنس من نيجيريا. بندل إنشورنس من نيجيريا. سوف يلعب ضد فيس اوف موروكو، فوس من المغرب. لن يكون هذا السيناريو لان المنتصر من هذا سوف يلعب ضد نهضة بركان كما قلت، وبالتالي فوس سوف يذهب الى المباراة الثانية كالفريق كأنه تم سحبه الاول في المباراة رقم 4 و5، وسوف نسحب الفريق الذي سوف يلعب ضد بندل انشورنس. ASO Schelf من الجزائر. بندل انشورنس سوف يلعب ضد AS Schelf، والفائز سوف يلعب ضد نهضة بركان. كما قلنا أننا سحبنا فوس من حتى يلعب في المباراة الثانية، سوف نسحب الآن من سيلعب ضد فوس. AS Lotto from Benin. AS Lotto من بنين. The next fixture. المباراة التالية. So the same rule. If we نفس القاعدة. The team of Nigeria. So it cannot happen here. سوف نسحب فريق من نيجيريا. سوف نسحب كرتين. المنتصر سوف يلعب ضد Rivers United في المرحلة التمهيدية الثانية. كلاس زوجيف من السنغال. زيجينشور من السنغال. will play against. سوف يلعب ضد. the next team drone. Etoile Filante من. from Burkina Faso. من بوركينا فاسو. and the winner of. والمنتصر من هذه المباراة سوف يلعب ضد Rivers United. we finished now. انتهينا الآن الفرق المستثناة من المنطقة الصفراء. سوف نترك الكرات المتبقية وسوف ننتقل إلى المنطقة الخضراء. الكرتان التي سوف يتم سحبهما الأول سوف يلعب المنتصر منهما ضد الزمالك، والمباراة التالية أمام فيوتشر، والتالية ضد يانج أفريكانز، والأخيرة ضد يون سبورت. سوف نبدأ. هذان الفريقان سوف يواجهان بعضهما البعض، والمنتصر سوف يواجه الزمالك من مصر. أرتا سولار from جيبوتي. من جيبوتي. أرتا سولار سوف يلعب ضد هورسيد من الصومال. هورسيد من الصومال. And the winner will play والمنتصر سوف يلعب ضد الزمالك of Egypt من مصر في المرحلة التمهيدية الثانية. The following two teams الفريقان التاليان سوف يلعبان ضد بعضهما البعض، والمنتصر سوف يلعب ضد فيوتشر اف سي من مصر. سيجندا بيج ستارز from Tanzania. من تنزانيا. I'm going to play against. سوف يلعب ضد JKU من زنجبار. And the winner will play against. والمنتصر سوف يلعب ضد فيوتشر من مصر. The next fixture will play against. المباراة التالية سوف يلعب المنتصر ضد يانج أفريكان من تونس. The team of Tunisia. وبالتالي لا يجب أن يكون هناك فريق من تونس، وإن كان تم سحب فريق من تونس سوف يذهب إلى بعد ذلك. للأسف أولمبيك دوبيجا هو من تونس، لا يجب أن يكون هو من هذه المباراة، بالتالي سوف ينتقل إلى المباراة التالية لأنه لا يجب أن يواجه يانج أفريكان من في المرحلة التمهيدية الثانية. كما قلنا من منذ البداية أنه لا يجب أن يلعب أو لن يلعب فريقان من نفس البلد في المرحلة التمهيدية الثانية.
وبالتالي بهير دار من اثيوبيا سوف يلعب في المباراه رقم 11 و12 والخصم سوف يكون الزام من تنزانيا والمنتصر سوف يلعب ضد كلوب افريكا من تونس. نحن لدينا اولمبيك دوبيجا من تونس وسوف نحدد الخصم والمنتصر سوف يلعب ضد كي سي سي اي من اوغندا ابو سليم اولمبيك بيجا اولمبيك بيجا من تونس سوف يلعب ضد ابو سليم من ليبيا والمنتصر سوف يلعب ضد كي سي سي اي. الفريقان الاخيرين against namely Beyond Sport Kakamenga من كينيا first leg المباراة الأولى سوف يلعبها في ملعبه والخصم سيكون هلال of ليبيا هلال من ليبيا والمنتصر سوف يلعب ضد ريان سبورت. Now we will move الآن سوف ننتقل إلى الوعاء الأزرق وسوف نترك الكرات المتبقية من المنطقة الخضراء. كما قلت قبل ذلك يجب أن ننهي كافة المباريات ضد الفرق المستثناة في المرحلة التمهيدية الثانية. سوف نقوم بنفس الإجراءات بالنسبة للوعاء الأزرق. سوف نسحب كرتان وسوف يلعبان ضد بعضهم البعض والمنتصر سوف يلعب ضد تانت الواكوبو. الكرتان سوف يلعبان ضد بعضهم البعض وسيلعب المنتصر ضد بنوار وبعد ذلك ضد ساجرادا وبعد ذلك ضد سوبر سبورت من جنوب افريقيا. سوف نبدا سيكو خوبي من جنوب افريقيا سوف يلعب في هذه المباراه من الوعاء الازرق والخصم سوف يكون يانج بافالوز من اسواتيني والمنتصر سوف يلعب ضد سانت الوا ليبوبو. The next two balls الكرتان التاليتان سوف يلعبان ضد بعضهم البعض والمنتصر سوف يلعب ضد ديا بنوار من الكونغو. كانو سبورت من غينيا الاستوائية سوف يلعب ضد مايسترو يونايتد من زامبيا and the winner of this والمنتصر سوف يلعب ضد ديابلو نوار. The next two fixtures will play against each other. الفريقان التاليان سوف يلعبان ضد بعضهم البعض والمنتصر سوف يلعب ضد ساجرادا. فلا يجب ان يكون هناك فريق من نفس الدولة التي هي ساجرادا حتى لا يواجه فريقان من نفس الدولة. في ديفاريا موبابوتو من موزمبيق سوف يلعب المباراة الأولى في ملعبه والفريق والمباراة الثانية سوف تكون في ملعب الخصم. بيل لوميير من جزر القمر والمنتصر سوف يلعب ضد ساجرادا اسبرانسا من انغولا. الفريقان التاليان سوف يلعبان ضد بعضهما البعض والمنتصر سوف يلعب ضد سوبر سبورت من جنوب افريقيا. غابورون يونايتد من بوتسوانا سوف يلعب ضد الفريق الذي سوف يتم صحبه الان والمنتصر سوف يلعب ضد سوبر سبورت في المرحلة التمهيدية الثانية. إيه
الجيكو بلس الجيكو من مدغشقر من مدغشقر الجيكو بلس الجيكو بلس من مدغشقر والبيدو اوبوننت سوف سوف يكون الخصم ضد جابروني يونايتد والمنتصر سوف يلعب ضد سوبر سبورت. الان لدينا بعض الدول الفرق غير المصنفه اللذان سوف الذين سوف يلعبون ضد بعضهم البعض في المرحله التمهيديه بالفعل والمنتصر سوف يلعب ضد المباراه التاليه كما سنرى الان. فسوف نقوم الى التوجه الى المرحله التمهيديه الاولى فالمنتصر من المباراتين 25 و26 ضد المنتصر من المباراه رقم 27 28 وهكذا. So let's start with the two pots from the yellow zone. They will play against each other. First leg الكرات باللون الأصفر. In the first drone team. Amid Edouan من موريتانيا. Amid Edouan من موريتانيا. Will play against سوف يلعب ضد الفريق التالي الذي سوف يتم سحبه. سوار من غينيا. سوار من غينيا. So in case we have في حالة إن كان هناك في المباراة التالية فريق من غينيا سوف نقوم بأن نقوم بتحويله إلى المباراة التي سوف تكون بعد ذلك. إنه لا يجب أن يلعب فريقان من نفس الدولة في المرحلة التمهيدية الثانية. ASCKR من توغو. ASCK من توغو. Amadou Diallo من كوت ديفوار. Amadou Diallo من كوت ديفوار. So as explained, كما وضحت فالفائز من هذه من الديدوار واسوان سوف يلعب من الفائز من ASCK وأمادو ديالو. وفي المرحلة التمهيدية الثانية فالمنتصر سوف يلعب المباراة كما قلنا المباراة الأولى في ملعبه. مايلو from Guinea. من غينيا. Dream من غانا. هذان الفريقان سوف يلعبان ضد بعضهما البعض والمنتصر سوف يلعب الفائز من المباراة التالية في المرحلة التمهيدية الثانية. AS دوان من النيجر. وكالون اف سي من سيراليون. The last fixture in the المباراة الأخيرة سوف المنتصر سوف يلعب ضد المنتصر من المباراة التالية من الوعاء الأخضر حتى نؤكد أن الفريقان المتبقيان. واتانجا from Liberia. واتانجا من ليبيريا. And to confirm والفريق الأخير هو ستاد ماليان. ستاد ماليا من مالي. The winner of this fixture will play المنتصر من هذه المباراة سوف يلعب المنتصر من المباراة التالية من المنطقة الخضراء سوف نسحب كرتين من الوعاء الأخضر. حي العرب من السودان. So just for info, in case we draw the المعلومة إن سحبنا فريق سوداني سوف نقوم بتحويله إلى المباراة التالية لأنه لا يجب أن يلعب فريقان من السودان حتى يلعب مع بعضهما البعض. أجلنوار من بوروندي. لأن حي العرب أن حي العرب وأجلنوار سوف يلعبان ضد بعضهم البعض والمنتصر سوف يلعب ضد المنتصر من المباراة السابقة التي تم سحبها من المنطقة السابقة. الفريقان المتبقيان في الوعاء الأخضر
هيدوب من السودان سوف يلعب ضد الفريق المتبقي وحتى نتأكد منه ويجب أن يكون المريخ جوبا سوف نتأكد منه الآن بالطبع المريخ جوبا سوف يلعب ضد هيدوب من السودان and the last والمباراة الأخيرة وسوف يلعب المنتصر مع المنتصر من المباراة السابقة لوبيتو من أنغولا and to confirm ولتأكيد الفريق المتبقي La passe la from passe Seychelles. Min Seychelles. La passe from la passe min Seychelles. This concludes وبالتالي أنهينا سحب القرعة في المرحلة التمهيدية الأولى والثانية من الكونفدرالية لموسم 2023-24 والتواريخ كما هي موضحة الآن المباراة الأولى سوف تكون من 18 إلى 20 أغسطس في المرحلة التمهيدية الأولى والمباراة الثانية للمرحلة التمهيدية الأولى سوف تكون من 25 إلى 27 أغسطس والمرحلة التمهيدية الثانية سوف تكون من 15 إلى 17 سبتمبر والمباراة الثانية من 29 للأول من أكتوبر كما يمكنكم أن ترون المباراة كما وضحت المنتصر من المرحلة التمهيدية الأولى سوف يواجه الفريق المستثنى من في المرحلة التمهيدية الثانية والفرق المتبقية من الفرقين المصنفة سوف يلعبان ضد بعضهما البعض كما وضحنا وبالتالي نتمنى الحظ الوفير لكافة الفرق وأشكركم على حسن الاستماع أشكركم جزيلا إذن انتهت مراسم قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2023-2024 وتعالوا نقول لحضراتكم الزمالك المصري وفيوتشر طبعا ممثلين مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الزمالك هيواجه الفائز من فريق أرتا سولر بطل جيبوتي وفريق هورسد بطل الصومال هيواجهوا في دور الـ 32 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أما على الصعيد الآخر فريق فيوتشر هيواجه الفائز من فريق سيجاندا بيك ستارز بطل تنزانيا أو فريق جي كي يو بطل زنزبار كل التوفيق لنادي الزمالك ونادي فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وكل التوفيق لنادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا نتابع الوقت الفاصل سريع ونرجع مع آخر فقرتنا فقرة وان شوت ولكن بعد الفاصل برحب بعدكم من جديد نرجع مرة أخرى إلى مقر الكاف مقر الاتحاد الإفريقي بالسادس من أكتوبر لكن المرة دي مع الزميل العزيز مينا ماهر مراسل قنوات أون تايم سبورتس نتعرف منه على آخر الأخبار والكواليس بعد انتهاء مراسم قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية مينا برحب بيك ومنورني تحياتي ليك محمود وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان بالفعل من مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم وبعد انتهاء مراسم القرعه قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه الكونفدراليه اللي عرفنا كمان بدايه قبل القرعه عرفنا ان تم اعفاء جميع الفرق المصريه من الدور التمهيدي لبطولتي دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه طبعا يرجع السبب للتصنيف لكل من الاهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر في التصنيف بتاعهم يعني في خلال بطولتين بطوله الكونفدراليه او بطوله دوري ابطال افريقيا يعني عايز اقول لك كده سريعا القرعه اسفرت عن ايه دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا النادي الاهلي هيلاعب الكسبان ما بين كيم بطل زنزبار وسان جورج بطل اثيوبيا وبيراميدز هيلاعب الكسبان من جديكا الصومالي والجيش الرواندي ده طبعا بخصوص فرقتين اللي بيمثلوا مصر في دوري ابطال افريقيا لو هنتكلم عن الكونفدراليه فالزمالك هيلاعب الكسبان من ارتا سولار الجيبوتي وهورسد الصومالي وفيوتشر هيلاعب سجنادا الكسبان من سجنادا التنزالي وجي كي الزنجباري دي كانت كل او معظم التفاصيل عن قرعتين قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه الكونفدراليه من هنا من مقر الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم لو في اي اسئله او استفسارات انا معاك عوده ليك مره اخرى في الاستوديو تفضل
بشكر الزميل المتألق بينا ماهر مناسب قناة اون تايم سبورتس من مقر الكاف. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ونادي بيراميدز في بطولة دوري ابطال افريقيا، كل التوفيق لنادي الزمالك ونادي فيوتشر في الكونفدرالية الافريقية. هنقطع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد، دلوقتي وصلنا لاخر فقرتنا، فقرة وان شوت. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم فقرتنا في وان شوت ان احنا دايما بنسلط الضوء على الاحداث الايجابيه بشكل عام في الرياضه ونتكلم عنها. النهارده هكلمكم عن لفته ايجابيه ومؤثره بشكل يعني مؤثر كبير جدا، ومتاكد حجم تاثير نجمنا طبعا المصري فرعون المصري محمد صلاح سواء على الاطفال او حتى على الكبار حوالين العالم. ظهرت واحده طبعا من بنات كريستيانو رونالدو نجم طبعا العالمي ونجم النصر السعودي الحالي، وهي بترتدي قميص نجمنا المصري محمد صلاح في ليفربول رقم 11. مش بس بنت رونالدو، ده أكتر من مرة كمان ظهر نجم الأسطورة طبعا ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق، وهو بيظهر وهو لابس برضو قميص محمد صلاح رقم 11. يعني عايز أقول لحضراتكم إن تأثير محمد صلاح في الملاعب شيء أكيد مفروغ منه، والتاريخ كبير جدا هنقعد نحكي عليه طوال ما صلاح متواجد في الملاعب، لأننا اتعلمنا منه أن أحلامه مش بتخلص وملهاش يعني حدود. ولكن لما نلاقي ونشوف تأثير النجم صلاح خارج الملعب برضو شيء أكيد بيدعو للفخر أكيد كلنا كمصريين، سواء بتأثير اللاعبين أو المشجعين أو الأطفال كمان بيه. يعني نتمنى إن شاء الله كل التوفيق نجمنا والفرعون المصري ولكل مصري رفع اسم بلده في كل المحافل العالمية والدوريات والألعاب المختلفة. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده ببرنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل مواجهه جديد على الساحه المحليه والعالميه. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.